يقول والدي وهب لي بيتا قبل وفاته دون سائر إخواني وأخواتي، لكن إخواني غير راضيين على هذا، هل يجوز لي أن أقبل هذه الهبة وأنا لا أملك سواه؟ الذي ينبغي لك أنك ما تقبلها إلا إذا سمح إخوانك بها، أما إذا لم يسمحوا فالأصل أنكم تقتسمونها أبرى لذمة على موجب المواريث، هذا أبرى لذمتك ويرزقك الله خيرا منها. نعم.